صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يعتبر تفسير ابن كثير مختصرا من تفسير الطبري؟ وما هي أفضل المختصرات لهما؟ ما قال هذا ابن كثير، ما قال هذا، ما قال إني اختصرته من تفسير ابن جرير الطبري، وإن كان هو يسير على منهجه لأنه يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، لكن هما ذكر أنه مختصره من ابن كثير ابن جرير، وإنما ينقل عن ابن جرير وينقل عن كتب التفسير الأخرى، فيعتبر ابن جرير من المصادر التي ينقل منها رحمه الله. نعم. آخر السؤال، وما هي أفضل مختصرات لهما؟ ما نعرف لها مختصرات قديمة، أما المختصرات الجديدة لابن كثير هذه غير متقنة، غير متقنة، لأن الذين اختصروها لم يستوعبوا منهج ابن كثير وطريقة ابن كثير. نعم.